السؤال الرابع والعشرون. ورد في الجزء الرابع والعشرين أن الأرض تشرق بنور ربها عز وجل، تشرق بنور ربها تبارك وتعالى. اذكر اسم السورة ورقم الآية. المعنى للآية الكريمة: أضاءت الأرض لما تجلى رب العزة سبحانه جل وعلا للفصل بين العباد، ونشرت صحف أعمال الناس، وجيء بالأنبياء، وجيء بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لتشهد للأنبياء على أقوامهم، وحكم الله تبارك وتعالى بين جميعهم بالعدل، وهم لا يظلمون في ذلك اليوم، فلا يزاد إنسان سيئة ولا ينقص حسنة.